أهلا بكم مشاهدينا في برنامج تحت الضوء، ونتابع في حلقة اليوم الكشف عن المتهمين باغتيال العالم الفلسطيني فادي البطش. ماتاريلا هل يحسم أزمة تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة؟ 23 من إبريل نيسان، تركيا تحتفل بعيد الطفولة والسيادة الوطنية. كما ننتظر مشاركاتكم وتفاعلكم معنا حول ملفات اليوم على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، ابقوا معنا. تواصل الشرطة الماليزية جهودها من أجل التوصل إلى منفذي عملية اغتيال عالم الطاقة الفلسطيني فادي البطش في العاصمة كوالالمبور، ونشرت الشرطة رسما تصويريا للمشتبه بهما سعيا للتحقق من هويتهما، فيما يتواصل التنسيق بين السفيرين المصري والفلسطيني في ماليزيا لنقل جثمان الشهيد البطش ودفنه في غزة رغم الرفض الإسرائيلي. هل سيتم نقل جثمان العالم الفلسطيني فادي البطش الذي تم اغتياله قبل أيام في ماليزيا ليدفن في مسقط رأسه بغزة؟ سؤال ينتظر جواباً بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأن الحكومة الإسرائيلية طلبت من السلطات المصرية عدم السماح بنقل جثمان البطش عبر أراضيها إلى غزة. وبينما لم يصدر أي موقف رسمي من القاهرة إلى الآن حيال تصريحات ليبرمان، أعلن السفير الفلسطيني في كوالالمبور أن جثمان البطش سيتم نقله إلى غزة حال الانتهاء من بعض الإجراءات التنسيقية مع الجانبين الماليزي والمصري. لكن إجراءات النقل تأخذ بعض الوقت، والإجراءات لأنه حينقل الجثمان عبر جمهورية مصر العربية الشقيقة إذاناً بنقله إلى وطننا فلسطين إن شاء الله إلى محافظة غزة. على صعيد التحقيقات في الحادث، نشرت الشرطة الماليزية صورتين مفترضتين للمشتبه فيهما في تنفيذ عملية اغتيال الأكاديمي الفلسطيني فادي البطش، وذلك بعد تلميحات من السلطات الماليزية إلى وقوف جهات أجنبية وراء الحادث. يظهر الرسم التخطيطي اثنين من المشتبه فيهم من ذوي البشرة الفاتحة، وقد يكونان من الأوروبيين أو الشرق أوسطيين، ولهما لحن طويلة وبنيتان قويتان. سنرسل بعض الأدلة التي تم جمعها إلى خبراء الأسلحة لدينا لتحديد نوع السلاح الذي استخدم في هذا القتل البشع، ونحن نسعى أيضاً للحصول على مساعدة من نظرائنا في إدارة الهجرة. أما في غزة مسقط رأس البطش، فيخيم الحزن على العائلة وأهالي القطاع الذين يؤكدون أن إسرائيل هي من يقف وراء الحادث، وأن فادي لم يكن له أي عداوات وإنما كان محبوباً من الجميع. طبعاً الاتهام فقط هو المشاهد الإسرائيلي، فلا يتهم إلا المشاهد الإسرائيلي، وعلى الحكومة الماليزية أن تسرع في التحقيق. اغتيال الباحث الفلسطيني في علوم الطاقة بماليزيا فادي البطش السبت الماضي إحدى ضواحي كوالالمبور أعاد إلى الأذهان مسلسل اغتيال العلماء العرب والفلسطينيين في الخارج الذي قامت به إسرائيل على مدار عقود، وآخره كان اغتيال عالم الطيران التونسي محمد الزواري لإسهامه في تطوير قدرات المقاومة. نرحب بضيفينا بداية في الاستوديو، أستاذ محمد مشينش الباحث المختص في الشأن الفلسطيني، مرحبا بك. وعبر سكايب من كوالالمبور سيد أوانغ سوفيان مدير عام مؤسسة أمان فلسطين. أبدأ معه سيد أوانغ، ما هي آخر المعلومات المتوفرة حتى الآن من الشرطة الماليزية حول حادثة اغتيال البطش؟ أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم الحمد لله، إلى الآن الشرطة الماليزية كما تعلمون أنهم يظهر صورتان للجاني أثناء الاغتيال لشاب الدكتور فادي بطش، فهذا واضح جدا من خلال في كل الجريدة ماليزيا وفي كل الوسائل في الإلكترونية، سواء كان في فيسبوك أو في واتساب أو في أي شيء. الآن كلهم يتكلم أن الجاني ليس من المحلي لكنهم من
من الأوروبيين، شكلهم شكل الأوروبية، شكل أوروبيين يعني. فنعلم من وراء هذا الحادثة متهم هو من قبل من جانب الإسرائيلي يعني. أما بالنسبة للجثمان الشهيد ما زال موجود في ماليزيا حتى الآن، سفارة فلسطينية وحكومة ماليزيا يعني تبذل جهودهم لتنقل جثمان الشهيد إلى قطاع غزة. نعم أستاذ محمد، استهداف الكوادر والعلماء الفلسطينيين في الخارج هو ليس جديد. في القريب كان محمد لزواري، رغم أنه تونسي لكنه كان يتعامل مع حماس وكان مسؤولا عن تطوير الطائرات بدون طيار، وقبله بسنوات المبحوث في الإمارات العربية المتحدة. كيف تقيمون هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك أن الاستهداف العقول الفلسطينية والقدرات التي تغذي المقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها، سواء كانت عسكرية مباشرة أو حتى بجانب البحث التطويري الأكاديمي، فإن هذه تعتبر أهداف بالنسبة لهذا الكيان الصهيوني. نحن حقيقة نقرأ هذا المشهد بقراءة بالنواحي إيجابية ونواحي سلبية. في النواحي الإيجابية نحن نقول أن لا زالت المقاومة الفلسطينية ولادة، وهي قادرة على إنتاج عقول فلسطينية وكوادر أن تغذي برنامجها المقاوم تكنولوجيا وأن تواكب التكنولوجيا الحديثة حتى تصل إلى العمق الصهيوني. العنوان الآخر أن هذا العدو مأزوم، وبالتالي كان يبحث عن أي هدف لكي ينقل المشكلة التي يعاني منها في الداخل الفلسطيني وخصوصا على حدود غزة العزة فيما يحصل من مسيرة العودة. العنوان الثالث أن هذا العدو حقيقة يكشر عن أنيابه ويظهر وجهه القبيح أمام العالم، هذا بالناحية الإيجابية. بالناحية السلبية حقيقة لازلنا نقول أن هذا العدو فوق القانون، يشعر ذلك ويضرب أينما يشاء وحيثما يشاء للأسف، ويستخدم والمنظومة الدولية تعطيه هذا المبرر وهذا الغطاء، في المقابل أنها تحضر على المقاومة الفلسطينية ولا تسمح لها بأن يكون هناك رد في المنظومة الدولية. لذلك نجد أن المقاومة الفلسطينية لا تستطيع أن ترد كما كان يحصل سابقا في السبعينيات ومن القرن الماضي، عندما كانت المقاومة الفلسطينية ترد بالمثل على مثل هذه الاغتيالات التي تحصل. الأكثر من ذلك أن المقاومة الفلسطينية تصنف إرهابية، نعم. والطرف الآخر الذي يقوم بهذه الجرائم الواضحة لا أحد يتحدث عنه، بل أن الأدهى والأمر أنه يستخدم جوازات كما حدث في المبحوح مثلا، كان يستخدم جوازات نيوزلندية وجوازات أسترالية وجوازات كندية، ورغم ذلك لا نجد أيضا أي اهتمام بمثل هذا الموضوع، رغم أن هذا حقيقة يمس بسيادة هذه الدول، وهي دول ليست بالصغيرة، هذه دول كبيرة. فاستخدام جوازات سفرها وممارسة هذا النوع من الإرهاب الذي تقوده دولة يعني، حقيقة هذا أمر مخجل للعالم ككل وللمنظومة الدولية، في المقابل عندما تستهدف المقاومة الفلسطينية بأي نوع من الاستهداف يكون هناك تشويه لصورتها. هذا يدفعنا للسؤال لسيد وانغ عن مدى مسؤولية الدولة الماليزية عن هذه الجريمة، وأيضا هناك من يتهم السلطات الماليزية بالتأخر ربما في سرعة التعامل مع الجريمة. الشرطة تأخرت في الوصول إلى مكان الجريمة، كذلك الإسعاف. الشرطة ماليزيا الآن تبذل جهدهم يعني لكشف على موضوع الجريمة هذه، وكلهم الآن عمل التحقيقات الدقيق لهذا الحادث أو الاغتيال. ولو كان في ماليزيا الآن مشغول بالحملة الانتخابية، نعم هم يختارون هذا الحين ليعمل هذا اغتيال. أما بالنسبة للمقولة أن الشرطة الماليزية جاء متأخرا إلى مكان الحادثة، هذا شيء يعني غير صحيح. الحقيقة عندما يتصل الشهود العيان بشرطة، والشرطة جاء الى منطقه الحادثه يعني بعد ربع ساعه، هذا من اسرع، عشان هذا في وسط كوالالمبور. وبالنسبه للشرطه الان هم يبذلون كل الجهات في ماليزيا، سواء كان من قبل نائب رئيس الوزراء ووزير ماليزيا وشرطه ماليزيا، الان يعني يدققون في التحقيق، و عشان كده هم حصلوا على صورتين لجانعين بأسرع وقت ممكن يعني بعد يوم من الحادث. نعم أستاذ محمد، هل من رد متوقع من حماس حتى بعد أن
أعلنت ونعت الشهيد فادي البطش ووصفته بأنه أحد كوادرها، هل من رد متوقع؟ يعني مبدئيا أنا أقول لا يجب أن نقول أن حماس هي التي يجب أن ترد. نحن نقول يجب أن يكون الشعب الفلسطيني هو الذي سيرد، وأنا أقول هي فعلا معركة عقول بيننا كفلسطينيين حول العالم وبين هذا الكيان الصهيوني. أهلنا في الداخل يقومون بما عليهم من واجبات، ونحن في الخارج يجب أن نقوم بما علينا من واجبات بمثل هذا النوع من الرد. صحيح أن المنظومة الدولية ونحن نعرف ذلك أنها لن تسمح برد مماثل كما تسمح للكيان الصهيوني بالعمل أينما يريد وحيثما يريد وكيفما يريد، ولكن نحن كفلسطينيين أنا أقول أنها معركة عقول، ونحن قادرين على أن نقود حراكا سلميا يتوافق مع القانون الدولي، وأن نضيق على هذا العدو الصهيوني، وأن نرد بالطريقة التي نراها مناسبة نستطيع من خلالها أن نحاصر مصالح هذا العدو الصهيوني، وأن نثير ضده هذه الفضائح بالصورة والصوت. الكل يعلم ذلك، نحن نشاهد على مستوى وزير الدفاع الإسرائيلي كيف الآن يطالب بعدم نقل الجثمان إلى غزة. يعني حتى الأمر ليس فيه، حتى الصراع ليس فيه صراع رجال، صار الصراع فيه حقيقة نوع من اللا إنسانية ونوع من التفاهة بصراحة، لما أنت تطلب حتى لو صنفته كعدو لك أن تقول لا نريدها أن يدفن في وطنه. هذا نوع حقيقة من الغيظ الذي يحمله هذا الكيان الصهيوني لأبناء شعبنا الفلسطيني ولطاقاته ولعقوله. نحن نقول يجب أن لا يمر هذا الأمر بسهولة، ويجب على الفلسطينيين حيثما كانوا أن يكون هناك رد من خلال محاصرة أعمال الكيان الصهيوني. هناك من يقول إن روسيا ستفكر 1000 مرة لكي تقدم على عمل مثل ما حدث مع الجاسوس السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا نتيجة الرد البريطاني وحلفاء بريطانيا على روسيا، لكن لو نظرنا إلى الواقع الحالي هل من رد ليس من الفلسطينيين وحدهم وإنما هل من حلفاء للفلسطينيين حتى لكي يردوا؟ حقيقة نحن نعلم يقينا أن المنظومة الدولية هي منحازة بشكل سافر ومخجل للكيان الصهيوني، ونحن نرى كيف يجري من أعظم دولة على الأرض الآن وهي أمريكا كيف تنحاز لهذا الكيان الصهيوني، ويعلن رئيسها أن إسرائيل هي عاصمة أبدية لدولة الكيان الصهيوني وإلى آخره من هذه المواقف. ولكن في نفس الوقت نحن نراهن على أحرار العالم والمنظمات المجتمع المدني التي في العالم وتقود حراكا مدنيا سلميا باتجاه أن تجرم هذا الاحتلال، وهناك عناوين كثيرة على رأسها العمل القانوني والحقوقي، وهناك محاكم دولية يستطيع حلفاء الشعب الفلسطيني وأصدقائه حول العالم من رفع قضايا ضد هذا الكيان الصهيوني. نحن لا نقول أن الأمر بسيط، ولكن هذا ممكن، لأننا نجد أن الأمر لن يكون هناك كما تفضلت حضرتك بالقياس مع الحالة التي جرت بالنسبة لروسيا وكيف انتفض العالم وطرد الدبلوماسيين الروس وهذه الذي حصل. لا، أنا أقول نحن نستطيع كناشطين في المجتمع المدني ولأصدقاء الشعب الفلسطيني في العالم أن يجرموا هذا الكيان الصهيوني من خلال المحاكم، وأن يطاردوا قادته حيثما كانوا، وأن حقيقة يوصلوه إلى حالة يستطيع من خلالها أن يفكر 1000 مرة قبل أن يخطو مثل هذه الخطوات حقيقة اللا إنسانية والتي تخلو من أي قيمة حضارية. شكرا جزيلا أستاذ محمد مشينش الباحث المختص بالشأن الفلسطيني، والشكر موصول لضيفنا من كوالالمبور السيد أوانغ سوفيان مدير عام مؤسسة أمان فلسطين. وصلت أزمة توافق على تشكيل حكومة إيطالية جديدة إلى مرحلة الانسداد التام بين حركة 5 نجوم وحزبي إيطاليا إلى الأمام ورابطة الشمال اليميني، لتتجه الأنظار إلى قصر كورينالي بالعاصمة روما مقر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا انتظارا لقرار جديد يخرج إيطاليا من حالة الجمود السياسي التي طالت لأكثر من 45 يوما منذ إجراء الانتخابات. ما زال الخلاف بين الأحزاب يخيم على الأجواء السياسية في إيطاليا مع عثر تشكيل الحكومة الجديدة. مشاورات ماراثونية امتدت لأيام لم تخرج سوى بعدم التوافق بين ائتلاف يمين الوسط وحركة 5 نجوم الشعبية،
فرئاسة هذه الحركة تصر على تشكيل ائتلاف حكومي مع يمين الوسط شرط استبعاد حزب إيطاليا إلى الأمام بقيادة رئيس الوزراء الأسبق بيرلسكوني. اقتراح رفضته الأمانة العامة لحزب رابطة الشمال الذي يعد أكبر مكونات الائتلاف، معربة عن تمسكها بوحدة ائتلاف يمين الوسط، مما عثر مهمة رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي في التوصل إلى توافق بشأن تشكيل الحكومة، لينتظر الجميع قرار الرئيس الإيطالي بهذا الشأن. وكان تحالف القوى يمين الوسط الذي يتزعمه بيرلسكوني قد تحصل على المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مارس آذار الماضي، وفاز ب 77 مقعداً في البرلمان من أصل 315، مما منعه من الحصول على النسبة اللازمة لتحقيق غالبية وتشكيل الحكومة وفقاً للقانون الجديد الذي ينص على ضرورة حصول اللائحة الانتخابية على نسبة لا تقل عن 40% من الأصوات من أجل حكم إيطاليا. فيما حلت حركة خمس نجوم في المرتبة الثانية وحصلت على 68 مقعداً، وفي حال فشل الأحزاب في تشكيل حكومة ائتلافية موسعة ستجرى انتخابات جديدة على أن يصوت البرلمان على قانون انتخابي جديد يكون أكثر نجاعة في إنتاج غالبية قادرة على حكم البلاد خلال الخمس سنوات المقبلة. ونرحب بضيفنا عبر سكايب من روما الصحفي والمحلل السياسي سمير القريوطي. أستاذ سمير، مرحبا بك. هل يمكننا وضع عنوان الآن حول المشهد السياسي في إيطاليا مفاده بأن اليمين وصعوده بهذا الشكل هو الذي يعرقل مساعي تشكيل حكومة جديدة؟ اليمين لا يعرقل تشكيل حكومة جديدة، لأن هذه الحكومة يجب أن تشكل بين الفائزين في الانتخابات. من فاز في الانتخابات هو تجمع أحزاب وسط اليمين، 4 أحزاب حصلت على 37.6%، وحزب واحد منفرد حصل على نسبة 32.6%. إذا حسبنا أصوات حركة خمس نجوم، الحزب الفائز الحقيقي والأول هي 11 مليون صوت، بينما كل حزب من الأحزاب الأربعة أخذ حصة. أكبر حزب أخذ حوالي 5.5 ملايين صوت فقط، وحزب سيلفيو بيرلسكوني هو العقبة أمام تشكيل هذه الحكومة، لأن حركة خمس نجوم لا يمكن أن تقبل بالحكم مع حزب سيلفيو بيرلسكوني المتهم بعدة تهم، آخرها ما قررته محكمة باليرمو يوم الجمعة الماضي أثناء الحكم الأولي على قضية من قضايا المافيا، وهي الحكم على مؤسس حزب فورسا إيطاليا الذي ترجمتموه إلى إيطاليا للأمام، بالرغم من أن الترجمة هي هلم إيطاليا. نعم. هلم إيطاليا الترجمة الحقيقية. هو الذي أسس هذا الحزب السيد دلوتري، وكان لهذا الحكم بالطبع حكم 12 سنة من أعز أصدقاء بيرلسكوني. نعم. الاتهام كان لرئيس الوزراء السابق. المشكلة هنا. نعم. طيب الآن الكرة عادت إلى ملعب الرئيس، ما السيناريوهات المتوقعة في هذا الصدد؟ قبل قليل أصدر رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا قراراً باستدعاء رئيس مجلس النواب الإيطالي السيد روبرتو فيكو، وهو من حركة خمس نجوم، وهو من اليساريين المعروفين ومن المتشددين في الحركة، لكي يكلفه بمحاولة ثانية استطلاعية. ما هي هذه المحاولة الاستطلاعية؟ الجولات الأولى من المشاورات أدت إلى نتيجة، وهي استحالة مشاركة حزب بيرلسكوني. الآن سوف يحاول الساعة 5 PM بعد ساعتين تقريبا من الآن، سوف يصعد إلى القصر الجمهوري وسوف يبحث إمكانية تشكيل حكومة مع من؟ مع الحزب الديمقراطي، الحزب المهزوم في هذه الانتخابات الذي كان حاكما حتى قبل شهرين، أي حزب ماتيو رينسي. أيضا هناك في مشكلة أن حزب رينسي أقرب إلى بيرلسكوني منه إلى حركة خمس نجوم. ما هو سبب في هذا الوضع؟ السبب في هذا الوضع هو قانون الانتخابات زاتيلوم، وهو قانون سيء للغاية، أنتج هذه النتيجة وأفرز هذه النتيجة التي لا بد على رئيس الجمهورية من التحرك على أساسها. يبقى أمامه هذا الاحتمال لكي يرى
كمان بضعة أيام هذا الصباح أعلنت نتائج انتخابات إقليمية في إقليم موليزي، فازت حركة خمس نجوم فوزا صاعقا، وفاز أيضا تحالف وسط اليمين بفارق نسبي بسيط بين الاثنين. الأحد القادم هناك انتخابات في إقليم، سوف تدخل نفس القوى السياسية إلى انتخابات الإقليم، ومن المتوقع نجاح اليمين وهزيمة اليسار. الناخب يعطي رأيه ما زال مرتين بعد انتخابات مارس، وهو أن هذه هي النتيجة. لن يبقى أمام رئيس الجمهورية إذا فشلت هذه المشاورات إلا بحل أو حلين، إما العودة إلى انتخابات طارئة أو احتمال تشكيل حكومة رئيس مهمتها الأساسية تعديل قانون الانتخابات، وهذا أمر يستحق على الأقل فترة سنة أو سنة ونصف. ما السيناريو الأرجح أستاذ سمير؟ هل سيلجأ إلى انتخابات طارئة أو يمكنه تشكيل مثل هذه الحكومة والعمل على إعادة أو تعديلات في هذا القانون، قانون الانتخابات؟ الرئيس سيرجو ماتاريلا معادي تماما لفكرة العودة إلى انتخابات، لأنه لا يمكن العودة الآن لانتخابات نظرا لالتزامات كبيرة. في شهر 6 هناك اجتماع للمجلس الأوروبي أو القمة الأوروبية التي ستقرر مصير الاتحاد الأوروبي خلال 10 سنين قادمة. هناك قضية الميزانية، هناك قضية التحالفات الأوروبية والوثائق والمواثيق الأوروبية، دبلن، قضية الهجرة، هذه عشرية أو عقد من السنوات يتطلب من إيطاليا حضور هذه القمة بحكومة قوية، وإن لم يكن بحكومة قوية على الأقل بحكومة تصريف الأعمال. شكرا جزيلا، وصلت الفكرة أستاذ سمير القريوطي الصحفي والمحلل السياسي، شكرا لك من روما. عمت الاحتفالات اليوم الولايات التركية وعددا من مقار البعثات الدبلوماسية بالخارج بمناسبة عيد الطفولة والسيادة الوطنية الذي يوافق 23 من إبريل نيسان، وهو اليوم الذي وضع فيه حجر الأساس للجمهورية التركية وشهد افتتاح مجلس الأمة الكبير عام 1920. وتفتخر تركيا بأن يوم الطفل لديها هو الوحيد في العالم بكامله الذي يخصص للأطفال الذين يتبوؤون المناصب الرسمية في الدولة بشكل رمزي. أطفال تركيا في الخارج يحتفلون في سفارات بلدهم بعيد الطفولة والسيادة الوطنية، ومع الأطفال الأتراك داخل تركيا يحتفل نظرائهم ضيوف تركيا من طلاب وزائرين ومقيمين بفعالية متنوعة. تقام الاحتفالات التي بدأت صباح الاثنين بمراسم أمام النصب التذكاري لمؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك في البرلمان بمناسبة الذكرى 98 لافتتاح مجلس الأمة التركي الكبير وعيد الطفولة والسيادة الوطنية. وكان مصطفى كمال أتاتورك قد عد يوم تأسيس مجلس الأمة التركي من الأعياد الوطنية، وأهداه إلى الأطفال كونهم ضمانة المستقبل، وهو العيد الوحيد المهدى إلى الأطفال في العالم. فعالية مختلفة بهذه المناسبة يتوجها الحفل الختامي لمهرجان الطفل العالمي التقليدي الذي دأبت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية تريتي على تنظيمه سنوياً منذ عام 79. وقد اكتسب هذا العيد صفة دولية مع إعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو عام 1979 عاماً للطفل. وصلنا إلى فقرتنا الأخيرة، وفيها نتابع تفاعل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مع جريمة اغتيال العالم الفلسطيني فادي البطش. نتابع. محمد سعيد نشوان يقول: الموساد الصهيوني وراء اغتيال الدكتور فادي البطش، هذه بصمات الصهاينة، رصاصات بالرأس أثناء ذهابه لصلاة الفجر، والمستهدف من غزة حافظ لكتاب الله ودكتور بالهندسة الكهربية والإلكترونيات، لا يريدون للأمة رفعة ولا تطور، فيقتلون ويلاحقون أبناءها.
علي يقول الموساد وراء العملية لأنهم يعتقدون بأن الأدمغة العربية هي أكبر خطر يهددهم. أخيراً عبد الله الشريف يقول ستفكر روسيا 1000 مرة قبل أن تقدم على اغتيال آخر بعد رد فعل عنيف تلقته من بريطانيا وحلفائها، بينما يرتع الكيان الصهيوني في دماء عباقرة العرب والمسلمين دون رادع. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.